تقويم الأسنان ده فرع من فروع طب الأسنان، الهدف الأساسي منه إن إحنا بنعالج المشاكل اللي موجودة في الأسنان، زي إن في سنة عندنا ملتوية كده، في سنة بارزة لبره، عندنا ازدحام في الأسنان، في مشاكل مثلا زي المريض مش عارف ياكل لأن بسبب الأوكلوجن، بسبب الأسنان مش قافلة على بعضها لأن في سنة خارجة وسنة داخلة، كل ده بيتعالج عن طريق تقويم الأسنان. النهاردة إن شاء الله إحنا هنتكلم عن شروط تركيب تقويم الأسنان وإيه هي أنواعه وإيه هي أضراره. يلا بينا. أهم شرط معانا من شروط تركيب تقويم الأسنان وهي صحة اللثة. لو عندنا التهابات في اللثة أو عندنا أي أمراض موجودة في اللثة لازم نعالجها قبل ما نعمل تقويم الأسنان. تاني حاجة معانا وهي حالة الأسنان، الأسنان بتاعتنا لو فيها تسوس، فيها أي مشاكل لازم تتعالج قبل ما نركب تقويم الأسنان. تالت شرط معانا وهو حالة عظام الفكين، لازم نعمل أشعة مقطعية على الفكين عشان نشوف هل التقويم، لأن في ضغط بيعمله على عظام الفك عشان بيحرك الأسنان، عايزين نشوف حالة العظام هتستحمل الضغط ده ولا لأ. رابع حاجة معانا وهي الحالة الصحية العامة للمريض، زي مشاكل في القلب، مشاكل في السكر، كل ده بيأثر معانا طبعا على التقويم. خامس شرط معانا وهو الالتزام بنظافة الفم، التقويم البراكتس اللي بتركب والواير اللي بيتحط، الحاجات دي بتخلي فيه صعوبة لما بنيجي نركب تقويم الأسنان، فطبيعي ان في اكل بيتحشر ما بين الاسنان وما بين البراكتس وما بين الواير اللي احنا مركبينه، فكل ده لو احنا مش بننظف اسناننا باستمرار هيعمل لنا مشاكل كتيره جدا. بعد ما نرص الاسنان بتاعتنا ونظبطها ونلاقي الدنيا بقت كويسه، هنيجي نشيل التقويم هنلاقي فيه تحته بلاوي. سادس شرط معانا وهو عمر المريض، التقويم بينفع يتعمل في اي عمر، بيتعمل مع الاطفال وبيتعمل مع البالغين وبيتعمل مع كبار السن، بس طبعا عمر المريض بيفرق معانا في التقويم، يعني الصغير مش زي الكبير، طول ما هو في مرحلة النمو او قبل مرحلة البلوغ بيكون افضل، حركة الاسنان بتبقى احسن، كبار السن بيكون معاهم التقويم بياخد وقت اطول شويه. طيب كده عرفنا الشروط، ايه هي بقى الانواع؟ اول نوع معانا وهو تقويم الاسنان المعدني زي اللي انا مركبه ده، النوع ده بيكون هو الاكثر شيوعا، هو ده اللي منتشر اكتر في تقويم الاسنان واغلب الدكاتره بتشتغله، وبيكون التكلفه الماديه بتاعته ارخص شويه، كمان بيكون كفاءته عاليه وبيوصل معانا لنتائج كويسه جدا في التقويم بتاع الاسنان او رص الاسنان بشكل كويس. تاني نوع معانا وهو تقويم الاسنان الخزفي او النوع السيراميك، ده بيكون معمول الواير بتاعه من نوع معدن، بيكون لونه فاتح، لون قريب شويه من الاسنان، البراكتس نفس القصه بتبقى قريبه من لون الاسنان، بتبقى تكلفته اعلى شويه. ثالث نوع معانا وهو تقويم الاسنان الداخلي، وده بيتعمل من الاسنان من جوه، وده بيكون مناسب جدا للناس اللي مش حابه ان هي تبقى عامله تقويم وحد يشوف. رابع نوع معانا وده ممتاز جدا واثبت كفاءه الفتره الاخيره كويسه، وهو تقويم الاسنان الشفاف، وده بيكون عباره عن قوالب عامله زي القوالب بتاعه التبييض او القوالب بتاعه النايت جارد، لو احنا عارفين الشكل بتاع النايت جارد او القوالب دي، بيكون بيتاخد مقاس وبنبعته للمعمل، بيتاخد سكان وبيتعمل قوالب على شكل الاسنان بتاعتنا بنلبسها، ده بيكون شفاف برده مش بيبان لو حد عايز يبقى عامل تقويم. القوالب دي طبعا بتتغير معانا بالتدريج، بنبقى لابسينها كل فتره على حسب حاله الاسنان وعلى حسب حاله التقويم بتاعتنا او محتاجين وقت قد ايه عشان خاطر الاسنان بتاعتنا تتظبط. كمان بيكون في ميزه معانا في تقويم الاسنان الشفاف، وهو ان احنا ممكن نستفيد من ان احنا القوالب دي بنحط فيها ماده تبييض معينه، وده طبعا تحت اشراف الدكتور، فممكن نستفيد من ان احنا بنرص الاسنان بتاعتنا وكمان ممكن بنعمل لها تبييض بشكل آمن. بس طبيعي طبعا مع المميزات اللي انا قلتها دي كلها لتقويم الاسنان الشفاف اكيد هو اغلى نوع فيه. طيب كده سمعنا الشروط وسمعنا الانواع، ايه هي بقى اضرار تقويم الاسنان؟ اول حاجه معانا وده اشهر حاجه فيهم وهو تهيج اللثه او الخدوش البسيطه اللي بتحصل في الخد من جوه، وده نتيجه ان التقويم بيكون مثلا لو المعدني بيبدا ان هو بيكون ليه حروف بارزه شويه واحنا لسه ما تعودناش، فممكن بيسبب خدوش بسيطه في الخد من جوه، مع الوقت بنبدا نتعود عليها وبيبقى الموضوع تمام. تاني حاجه ودي مهمه جدا واتكلمنا عنها من شويه، وهي تراكم الاكل ما بين الاسنان، ده مع الوقت وبسبب قله التنظيف ممكن يعمل تسوس. تالت حاجه ودي مهمه جدا، وهي ان ممكن يحصل موبيليتي، ممكن يحصل حركه في الاسنان شديده جدا، وهنا الدكتور لازم يتدخل في ان هو يقلل الضغط على الاسنان شويه عشان خاطر ما نخسرهاش، ممكن الاسنان تتلخلخ بشكل كبير وممكن تبتدي ان هي تطلع من مكانها وما نعرفش نرجعها تاني. وبس كده خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى اكون عرفتكم كل حاجه عن التقويم، ايه هي الشروط بتاعته وايه هي الانواع بتاعته وايه هي الاضرار بتاعت تقويم الاسنان لو ما التزمناش بتعليمات الدكتور. لو لسه عندك اي استفسار سيبولي في الكومنتس تحت وانا هرد عليك. ما تنساش لايك شير فولو، ولو استفدت من الفيديو ده ادعيلي دعوة بظهر الغيب. سلام.